نورتي الدوحة دكتورة ندى. يا أهلي أهلا فيك. حبيبتي وحشتينا حبيبة قلبي، وحشتينا واشتقنا لك ونبي نسمع أخبارك. أخبار ما شفته، صار هلأ صار أوفيشلي 60 سنة. أي بس ما شاء الله، وإن شاء الله على طول بتكوني متألقة ونحن معاكي حبيبتي. حبيبتي يلا قولي لنا على المؤتمر اللي كنتي فيه عن التجميل، إيش الجديد؟ كنت بعدة مؤتمرات وعملت كمان ورشة دورة تدريب أطباء، اللي كنا عم نحكي فيه مثل ما دايما بقول بالتقنيات التجميلية. هلأ أكتر وأكتر عم نروح لمزج التقنيات للحصول على نتائج أفضل. يعني إجمالاً كتير من الأطباء مثلا بيحبوا البوتوكس والفيلر، غيرهم بيحبوا الليزرز، غيرهم بيحبوا الانرجي بيس ديفايسز، ولكن ولا واحد منهم رح تعطيك النتائج المثلى، ولكن مزجهم سوا بيساعد على النتائج الافضل. يعني اللي بيقول لك انه بس البوتوكس والفيلر هو الشيء الكويس لإلك، لا، البوتوكس والفيلر هو حلو لاعاده تنسيق الوجه، لاعاده الفوليوم او اللي الواحد بيخسره مع تقدم العمر او مع تغيير الوزن. ممكن نعمل ليفتنج بالفيلر، ولكن منه يعني مش هو رح يعطيك نتيجة الأمثل. وتكون في ترهل بالجلد، وتكون في ترهل بالجلد بدنا نشتغل أكثر مع الليزر، مثل الفوتونا، الفور دي ريجوفينيشن، مثل أنواع ليزر تاني، ما قلت الليزرز أو التقشيرات الكيميائية. وقت تروح لعمق معين وتعمل نوع من الجروح بالجلد، الجلد بيعمل نوع من التنشيط الأنسجة، تفرز كولاجين وإلاستين، فبيعمل نوع من التقلص وبيصير في كولاجين جديد. زائد وتكون في عنا ترهل بالعضل كمان، لأنه مع تقدم العمر بيصير في ترهل بالعضل، في بدالي بيصير في الحواجب ممكن تقصد، بيصير هون الترهل الزيادة على الحنش. هدول شو اللي بدك تمزي معهم؟ الانرجي بيس ديفايسز مثل الهاي فو، مثل الراديو فريكوانسي. هلا زائد انه ما بدنا ننسى انه نشتغل على البشره كبشره باستخدام برنامج كريمات مغذي تحت اشراف طبي، لانه مش كل يعني على القليله الشخص المفروض يزور حكيم الجلديه، طبيب الجلديه مره يعرف طبيعه بشرته وراها يكفي على برنامج كريمات. ولكن الكثير مهم تكون الاكتيف انجريدينت، تكون كتير المواد الفعالة تكون موجودة بنسبة معينة. زائد هلا في كتير مواد فعالة أو أكتيف إنجريدينس جديدة اللي هي ضد الشيخوخة، زائد إنه في هلا عم بيطلع أنواع من الكريمات اللي سابقا كانت موجودة ولكن ما كانت موجودة بنفس الجودة، اللي هي لها علاقة بالدي إن إيه تبع الشخص. ولكن هل هي ستغني عن بقية الكريمات مثل الريتينول؟ الجواب لا. هل هي ستغني عن التقنيات التانية؟ كمان أكيد لا. زائد بالنسبة لنشتغل على البشرة كبشرة، بنشوف إذا في مسامات، إذا في ندوب، إذا في كل هالأمور هاي بتلعب دور على شو هو البرنامج اللي مفروض نفوت فيه. فبالتالي ملخص هو إنه ما في ولا شاكوش بيضرب جميع النيلز المسامير، لكل شيء في شاكوش معين. وكل ما بلشنا بكير كل ما كان احسن، لانه درهم وقايه افضل من انتار علاج. واللي هلا مثلا في الاشياء اللي هلا طالعه جديده بالنسبه لسماكه الجلد، بالنسبه للرقبه، بالنسبه للوجه، بالنسبه للايدين، في انواع من بوليلاكتيك اسيد اللي هي كانت موجوده قبل ولكن هلا تطورت وتستخدم بطريقه معينه لحتى تسمك الجلد، فبتعطي هذا النوع من الشد. زائد للمؤخره قبل كانوا يحطوا الحشوات او الهالونيك اسيد فيلر ولا غيره، هدول هلا بالبوليلاكتيك اسيد ممكن عم بحصل على نتائج كثير حلوه تعطي فورم طبيعيه، وهذا بتضاين اكثر. ليه؟ لانه عم بتنشط خلايا الانسجه تبع الشخص نفسه، فالنتائج بتكون طويلة الأمد أكثر. يعني دكتورة اللي فهمتها أنه إحنا لازم نهتم ونعتني في بشرتنا، مو نروح مرة لدكتور التجميل
نروح مرة دكتور أو عيادة جلدية أو كذا، وناخذ إجراء واحد بعدين نقول والله ما فادني. أي طيب، أنا ما حطيت كريمات، ما عملت عناية لبشرتي، ما استمريت وما عملت استمرار، والمفروض على الأقل زيارة مرة بالشهر لعيادة الجلدية. هذه بتكون كتير مهمة. هلا الزيارة ممكن تزور الطبيب الجلدية مرة إذا ما عندك مشاكل جلدية، بس تعرفي أي كريمات بتناسب وجهك وتستخدميها، ولكن زيارة المراكز الأمراض الجلدية مرة تعملي فيشل، هيدي بتساعد على إزالة الطبقات المتضررة السطحية من الجلد. زائد ممكن بهال يعني مع متابعة هالزيارات عند الطبيب الجلدية، يعني بصير تتفادي تدهور الأمور. يعني ما في أنا ضلني شايفة من حالي منيحة فجأة بقول إيه عم شوف هون ترهل، هذا ما إجا. بتدارك الموضوع بكير، ساعتها ما بضطر يكون عندي إجراءات كتير قوية. يعني بصير كل ما بلشتي بكير، كل ما كانت التقنيات اللي بحاجة لها أقل ونتائج أفضل. بعد في عن يعني اعرف ناس مثلا تسترخص ان هي تحط فيلر وبوتكس لانه ارخص طبعا من ان هي تستخدم اجهزه الليزر او مثلا الهايفو او كذا، على اساس هذه الفيلر او البوتكس بيعطيها نتيجه فوريه وبيكون سعره بعد ارخص. لقلك بامانه اذا بده يشتغل الوجه مظبوط بالفيلر والبوتوكس مش حيكون ارخص، ولكن عندك جزء من الاشخاص اللي عندهم قصه انه يسترخصوا حتى بيروح شوبينج، دكتور شوبينج من محل لمحل ليشوفوا الاسعار الارخص. اسعار الارخص قد تكون مواد ارخص او الكمية اللي بتنحط مش هي نفسها. يعني نحن عملنا مسح بقطر، نحن الأسعار للمواد الكويسة اللي هي مثلا كل المراكز بتستخدمها ما فيها الفرق. الفرق بيكون بين 250 ل 500 ريال بين المراكز لسبب بسيط، في خبرة الطبيب بتلعب دور، ولكن المواد الكويسة سعرها رح يكون تقريبا نفس الشيء بالمراكز. هاي شغلة. الشغلة الثانية، الفيلر بيعطيكي نتائج فوريه، اوكي، اللي هو كثير مهم، ولكن ما بيشتغل على الجلد، اوكي، ما بيشتغل على العضل، ما بيشتغل على الانسجه، فبالتالي رح منك رح تكوني بحاجه لهذوليك التقنيات. ولكن الليزر او الهايفو كمان ما بيشتغلوا على حجم او يعني الفات اللي راح، او ما بيشتغلوا كمان على تناسق الوجه. في كثير كلياتنا بالاخص مع تقدم العمر، واذا بننام على جهه معينه على جهه واحده، رح نلاحظ انه في عنا الجهتين صار في كثير فرق بيناتهم. بالتالي التقنيات كانه الليزر ولا هايفو ولا راديو فريكونسي ما رح يعطيكي يرجع يظبط السيمتري، فبالتالي بحاجه للفيلر. يعني ما في شيء بقدر اقول لك انه هيدا افضل او هيدا افضل، حسب الحاله. فالتشخيص السريري هو اللي رح يدلنا ما هو البروجرام، ولكن افضل النتائج نحصل عليها وتكون في بروجرام معروف انه انا عم بشتغل على الجلد من برا، عم بشتغل على الطبقه الشحميه، عم بشتغل على العضل، وعم بشتغل على العظم. لانه وقت نحن مع تقدم العمر بصير في تفتت بالعظم كيف بصير بجسمنا، نفس الشيء، فالجمجمه بصير تصغر، وهذا سبب من الاسباب اللي بصير ترهل زياده كمان. والبون ريبليسمنت هذا ما بيصير بالتقنيات، هيدا بده فيلر. مش كل الفيلر رح يفيدك، بدك في انواع معينه من الفيلر اللي هي مؤهله لتعطيكي الاستراكشر اللي خسرتيها. شكرا دكتور، الله يعطيك العافية، أخذت من وقتك وايد، بس أكيد استفدنا وايد. أني تعني، أهلا وسهلا، تسلمين، شكرا. خذ نفس،
على الفوليوم عم نشتغل على جلدة الرقبة والشدة. تبي لا ديفيرونس؟ أكيد. Give me please botox. عندها بودورانج بالشن I'm going to do only one injection. Okay. Okay. خلصنا. خلصنا. هذي شوي. هذي شوي. أعطيني اللي تشيز. بتحسن اكثر. هيدا بدنا نعمل عده جلسات لنحصل على نتيجه لانه هيدا تنشيط وترطيب الجلد فبده مش جلسه واحده. اوكي اوكي طيب الحين انا عادي اتسال بدك اياه عادي اللي بدك اياه وعلى البيعه كان هون عندك دقنك مثل قشره البرتقاله فعملت لك بوتوكس حتى تخفف